الله أكبر. على من لا ذات له، قال فذكر
وأخذنا في المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي أنه لم يكن بينه فقير ولا محتاج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، فتعلم الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتغيث الأذى عن الطريق صدقة. ولقد اهتم الخلفاء الراشدون بقضاء الحوائج اهتماما كبيرا، فكانوا ينسبون الى ولادهم بذلك حتى جعلوا ديوانا لحوائج الناس. فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري: انه لم يزل للناس وجوه يدفعون حوائج الناس اليهم، فاكرم وجوه الناس فبحسب المسلم الضعيف من العبد ان ينصف بالحكم والحزمه. وكان عمر بن الخطاب اذا بعث عماله شرف عليهم الا تركبوا مرسولا لعله الخيلان والكبر، ولا تاكلوا مقيا، ولا تلبسوا رقيقا، ولا تغلقوا اغلاقكم دون حوائج الناس، فان فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم. وعن أبي الحسن في سنن أحمد والترمذي قال: قال عمرو بن عمر لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون الناس، ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون حلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، وهكذا حث الإسلام على قضاء الحوائج، واهتم بذلك ولاة الأمور. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوة المسلم إلى قضاء حوائج الناس وتسليم قربه: المسلم أمر المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم صحبة فرج الله عنه صحبة من قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وشتان ما بين قربة الدنيا وقربة الآخرة. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تدع المؤمن صحبه من قرب الدنيا لم تدع الله عنه صحبه من قرب يوم القيامه، ومن يصبر على محسن يصبر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. قال الامام النووي رحمه الله: فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم او مال او معاونه او اشاره بمصلحه او نصيحه او غير ذلك، وفضل الذكر على المسلمين وفضل انذار المحسن. لذلك كثرت أقوال السلف حول الحق على فعل الخير. يقول الحسن البصري رحمه الله: لأن أقضي حاجة لأمر أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لأن أعود أهل بيت من المسلمين شهرا أو ما شاء الله أحب إلي من حجة. ولطرف بدرهم اهديه الى اخيه في الله احب الي من دينار انفقه في سبيل الله. وقضاء حوائج المسلمين خير من بعض النوافل، فاذا كان هناك رجلا معنيا بها فلا يسن له الاعتكاف على سبيل المثال،
لأن قضاء الحوائج أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعدي والنفع المتعدي أفضل من النفع الباطل. إذا كان النفع الباطل من مهمات الإسلام وواجباته وفرائضه، فالصلاة مثلا. ومن يعني الله تعالى على العبد أن يسخره الله لقضاء حوائج الناس. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، ويقيمها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها منعها عنهم وحولها إلى غيرهم. ويقول ابن حزم رحمه الله: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويخبرهم السلطان على ذلك، وإن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من الخور الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يغنهم من المطر والصيف والشمس وعيون الفارقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرب لنا أروع الأمثلة في فعل الخير وقضاء حوائج الناس قبل بعثته الشريفة وبعدها. ونحن نعلم قول السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي عليه وجاء يرزق فؤاده: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لرجل ضعيف وتحمل الكلب أي تعين الضعيف، وتكسب المعروف أي تتصدق على المحتاج، وتقضي الضيف أي تقدم الضيف، وتعين على نوائب الحق. وعن أنس بن مالك في سنن أحمد والترمذي قال: كان بالصلاة صفار، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجة تقول له، فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه، فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. كما كان صلى الله عليه وسلم دائما الاهتمام بقضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة. فعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظروا من أي سكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. وهذا من حلمه وتواضعه في قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا دلالة شرعية على وجوب تكفل ولي الأمر برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يتعهد امرأة عمياء في المدينة تغني لها حاجاتها سرا، وكان يحلم لأهل الحي أغنامهم. فلما استضيف وصار أميمة المؤمنين، قالت جارية منهم: الآن لا يحلمها. فسمع بذلك أبو بكر رضي الله عنه فقال: بلى، وإني لأرجو ألا يغيبني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وفي ذات المعاد ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من يشتري بئر ظلمة يوسع بها على المسلمين وله الجنة. قال: فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها سبيلا للمسلمين. وكان اليهودي يبيع ما أنا، واشترى منه نصف عثمان بن عفان باثني عشر ألفا. ثم قال لليهودي: اختر، إما أن تأخذها يوما وآخذها يوما، وإما أن تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا. فاختار يوما ويوما، فكان الناس يسبقون منها في يوم عثمان ليومين. فقال اليهودي: أشتدت علي بئري فاشتري فيها. فاشتراه بثمانية آلاف. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس في المدينة يعيشون،
لا يكون من أين يعيشون ومن يعطيهم. فلما مات علي بن الحسين رضي الله عنهما فرضوا ذلك وعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل. ولما مات وجدوا في ظهره وعلى أكتافه أثرا حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. وقيل إنه كان يعول 100 أهل بيت في المدينة ولا يدخلون بذلك حتى مات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. وبعد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في قضاء حوائج المسلمين وفي إرشاد السرور عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه لأطلاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة الرضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحسن إلى أخيه أحسن الله إليه، وإذا ما سعى في حاجة أخيه فإن الله تبارك وتعالى يقضي حوائجه. وإذا ما شفع لأخ من إخوانه في أمر من الأمور التي يتحصل من ورائها على نفس أو يستدفع بها ضر أو بلاء، فإنه لا يجوز لهم أن يتحصل من أخيه على نفس ولو بهدية يهديها إياه. فإذا شفع لأخيه فأهدى أخوه إليه بعد الشفاعة المقبولة، فإنه يكون قد ولد بباب من أوسع أبواب الربا. وها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس يرشدنا إلى أن الإنسان متى ما جادت نفسه بأمر من أمور الخير فليس له أن يعود فيه إلا لأمر هو خير منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يضجع في هبته كالكلب يضجع في طيبه. إن المسلمين جميعا كالفرد الواحد وكالجسد الواحد، يسعد كل منهم بسعادة أخيه ويحزن لحزنه. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توازيهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقمح. وإنه لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التقبل من شهوات الدنيا. وهذه الخمسة حرم عن الله تبارك وتعالى، لا بد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة بالله عز وجل. وهكذا كان الصالحون يتسابقون إلى مضاء الحوائج وفعل الخيرات امتثالا لأمر رب الأرض والسماوات. نسأل الله عز وجل أن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا كذا كذا. اللهم صدنا الإخلاص في القول والعمل، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ نفوسنا من كل مكروه وسوء، واجعلنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله بدأكم بأمر فلا فيه بنفسه، وثنى بملائكته، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وأقم الصلاة.